يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، ونشرة رياضية إخبارية جديدة من قناتكم المفضلة دائما قناة النادي الأهلي. كالعادة طبعا عندنا أخبار عديدة النهاردة، سواء أخبار تخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وبعض الألعاب الأخرى داخل جدران النادي الأهلي، وأيضا بعض الأخبار المتواجدة على الساحة المحلية وأيضا الساحة العالمية بكل تأكيد. فبالتالي كالعادة لازم نبتدي بأخبار النادي الأهلي، وده الطبيعي بالنسبة لنا وبالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي اللي بيبقى حريص بشكل كبير على متابعة كل ما هو جديد يخص النادي الأهلي بشكل عام. طبعا النادي الأهلي زي ما احنا عارفين أو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفترة دي بيستعد بكل قوة للموسم الجديد، بيستعد بشكل جيد جدا عشان يقدر إن شاء الله يؤدي بشكل جيد في مختلف البطولات اللي هيشارك فيها أو اللي هيستكملها طبعا بما فيها بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي إحدى البطولات المهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره أكيد. فبالتالي استعداد قوي بالنسبة للجهاز الفني الجديد بقيادة مستر باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي، وأيضا اللي بيساعده الكابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة. استعدادات قوية جدا إن شاء الله، نتمنى لهم كل التوفيق في المرحلة الحالية. احنا زي ما احنا عارفين النادي الأهلي فترة الإعداد ابتداها من خلال مرحلتين ناقص المرحلة الثالثة اللي هتكون في معسكر خارجي، هنقول كل تفاصيله كمان دقايق قليلة. المرحلة الأولى كانت مع بداية تولي الكابتن محمد يوسف قبل مجيء مستر باتريس كارتيرون، المرحلة الثانية واللي انتهت أول أمس بمباراة ودية ما بين الأهلي وفاركو اللي كانت بتقام في مدينة الإسكندرية وبتحديد في برج العرب والملعب الفرعي لاستاد برج العرب، والمباراة اللي انتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 3-1، وأكيد كان استعداد قوي بالنسبة للنادي الأهلي. ناقص المرحلة الأخيرة، ودي المرحلة اللي هتكون أكثر أهمية بالنسبة للفريق بالنسبة للجهاز الفني إن شاء الله في إطار الاستعداد للموسم الجديد. تفاصيل المرحلة الأخيرة وآخر كلام يخص المعسكر الخارجي بالنسبة للنادي الأهلي، وهي المرحلة الثالثة والأخيرة بالنسبة للفريق في إطار استعداده للموسم الجديد. يمكن إحنا كنا انفردنا قبل كده وكلمنا وقلنا النادي الأهلي هيكون عنده معسكر خارجي، وقلنا بالتحديد إن هو هيكون في أوكرانيا، لكن تم تعديل البرنامج الخاص بالمعسكر الخارجي، اللي هيبتدي ان شاء الله من يوم الاثنين. يوم الاثنين هو هتكون رحله الطيران الخاصه بفريق النادي الاهلي. خليني اقول لكم التفاصيل بالظبط. الفريق ان شاء الله هيتحرك يوم الاثنين القادم، تحديد يوم 2 من شهر 7 القادم من مطار القاهره ان شاء الله في تمام الساعه 6 مساء في اتجاهه لسلوفينيا. الرحلة هتستغرق طبعا حوالي 4 ساعات، هيوصل الفريق إن شاء الله لسلوفينيا، وهيتم طبعا أخذ أتوبيس خاص بالنسبة لفريق النادي الأهلي في اتجاهه لحدود كرواتيا، وده المكان اللي هيكون فيه المعسكر الخارجي بالنسبة للنادي الأهلي. الأتوبيس ده هيقل فريق النادي الأهلي حوالي 2 ساعة بالظبط. احنا عارفين طبعا في أوروبا المسافات كلها يمكن قريبة جدا، فبالتالي الفريق هيوصل سلوفينيا إن شاء الله بعد الوصول لسلوفينيا هيتم التحرك في الاتجاه لكرواتيا، وبتحديد المعسكر هيكون على الحدود ما بين سلوفينيا وكرواتيا، لكن هو يعتبر داخل دولة كرواتيا عشان يبتدي النادي الأهلي إن شاء الله المرحلة الأخيرة من فترة الإعداد، واللي هيتخللها بالمناسبة مباراتين وديتين، مباراة هتكون يوم 5 ومباراة أخرى هتكون يوم 9، وينتهي المعسكر إن شاء الله يوم 10 اللي هيوصل فيه الفريق للقاهرة عشان يواصل إن شاء الله فور وصوله استعداداته القوية لأولى مبارياته في الموسم الجديد أمام فريق تاونشيب البتسواني، واللي هتكون إن شاء الله في استاد برج العرب يوم 17 من الشهر المقبل. فبالتالي معسكر خارجي، معسكر هيكون مهم جدا. التعديلات اللي قلت لحضراتكم عليها دي تعديلات يمكن الجهاز الفني فضل ان يكون المعسكر في كرواتيا عشان المكان هناك يمكن انسب بالنسبه لهم عشان يكون المعسكر لائق بالنسبه للفريق ويستعد من خلاله بكل قوه ان شاء الله للموسم الجديد. اكيد نتمنى لهم كل التوفيق في المعسكر ده، نتمنى لمستر باتريس كارتيرون وكابتن محمد يوسف كل التوفيق في اختيار العناصر اللي هتكون أساسية بالنسبة للنادي الأهلي في مباراتي تاونشيب، وإحنا عارفين يعني يمكن الموقف بالنسبة للنادي الأهلي صعب شوية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، اتعادلنا في أول مباراة وخسرنا المباراة الثانية، فالموقف شوية بالنسبة للنادي الأهلي صعب، لكن إن شاء الله لاعب النادي الأهلي والجهاز الفني هيكونوا عند الموعد وإن شاء الله يقدروا يتداركوا هذا الموقف
ويفوزوا في المباراتين. مهم جدا النادي الاهلي يفوز في اول مباراه ان شاء الله على ارضنا ووسط جمهورنا ان شاء الله اللي هيكون حاضر في هذه المباراه، يحصد 3 نقاط عشان تضاف للنقطه اللي عند النادي الاهلي يوصل ل7 نقاط، يفوز ايضا في مباراه العوده امام فريق تاونشيب، وخصوصا ان هو فريق يعني مش صعب قوي ان شاء الله يكون في متناول. لو النادي الاهلي قدر انه يفوز في مباراه العوده ان شاء الله يرجع للبطوله بشكل كبير جدا، هيبقى عنده 7 نقاط. الترجي ايضا هيكون عنده مباريات قويه، فبالتالي ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، وخصوصا ان احنا زي ما عارفين ومتعودين دايما ان النادي الاهلي الهدف الاساسي بالنسبه له هي بطوله دوري ابطال افريقيا. بطوله الدوري احنا دايما متعودين عليها، وبالنسبه لنا النادي الاهلي دايما بيحققها بشكل كبير جدا في مختلف المواسم اللي بيشارك فيها، لكن الاهم بطوله دوري ابطال افريقيا، وده التركيز الكبير جدا بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين، والانتظار كبير جدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي عشان تعود هذه البطوله لدولاب بطولات النادي الاهلي من جديد بعد فتره غياب يمكن حوالي 5 مواسم بالنسبه للنادي الاهلي. اخر مره حقق بطوله دوري ابطال افريقيا كان في 2013، والمباراه الشهيره اللي قدر النادي الاهلي يفوز من خلالها او يفوز بهذه البطوله على حساب فريق اورلاندو الجنوب افريقي. وبالمناسبه كان بيتولى المسؤوليه ساعتها الكابتن محمد يوسف، كان مدير فني لكن هو دلوقتي متواجد كمدرب عام، واكيد مدرب ذو خبرات وقيمه كبيره جدا هيكون اضافه بجانب مستر باتريس كارتيرون في المرحله المقبله بالنسبه للنادي الاهلي، خصوصا ايضا مستر باتريس كارتيرون زي ما انتم عارفين وزي ما احنا بنعيد دايما ان هو احد المدربين المميزين جدا واللي قدر يحقق بطولات على المستوى القاري، سواء بطوله دوري ابطال افريقيا مع مازيمبي وايضا بطوله السوبر الافريقي. فبالتالي ان شاء الله عنصرين مهمين جدا بالنسبه للنادي الاهلي، المدرب او المدير الفني والمدرب العام، وان شاء الله بقيه الجهاز طبعا كلهم سواء كابتن سامي قمصان وبقيه اعضاء الجهاز كلهم ان شاء الله يكونوا اضافه كبيره جدا بالنسبه للفريق خلال المرحله المقبله. ده كل ما يخص الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. يخص المعسكر. بالنسبه لاي فريق قبل بدايه موسم كروي جديد نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله خلال المرحله المقبله. زي ما احنا عارفين طبعا ان شاء الله تم تحديد يوم الاحد القادم هيكون في مؤتمر صحفي بالنسبه للجهاز الفني بالكامل لتقديم طبعا مستر باتريس كارتيرون وبقيه اعضاء الجهاز الفني. مؤتمر ان شاء الله هيكون في مقر النادي الاهلي بالجزيره وهيكون يوم الاحد القادم. زي ما احنا عارفين اعضاء الجهاز الفني مستر باتريس كارتيرون، كابتن محمد يوسف، كابتن سامي قمصان مدرب مساعد، كابتن محمد يوسف زي ما احنا عارفين مدرب عام ومدير كره، مستر ليندمان طبعا مخطط الاحمال وبيساعده حسين عبد الدايم، ايضا كابتن مصطفى كمال طبعا كمدرب لحراسه المرمى. لكن بالتحديد عايز اتكلم على الكابتن سامي قمصان والكابتن مصطفى كمال، وهما يمكن كوادر جديده بالنسبه للنادي الاهلي، وده اللي اعتاد عليه جمهور النادي الاهلي من خلال النادي ان يكون في كوادر جديده بالنسبه للنادي تقدر ان هي تضيف ل الفترة الجاية بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وده شيء يمكن جيد وننتظر منهم الكثير إن شاء الله في الفترة الجاية بالنسبة للنادي الأهلي. بما أننا بنتكلم عن الفريق الأول واللي بيستأنف تدريباته النهاردة بعد انتهاء المرحلة الثانية من فترة الإعداد، وزي ما قلنا كانت في الإسكندرية وانتهت أول امبارح، فبالتالي امبارح كان أجازة بالنسبة للفريق. النهاردة الفريق استأنف تدريباته في التمام الساعة 6 مساء عشان يستعد أو يستكمل استعداداته لما هو قادم من مواعيد وتحديات مهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي زي ما قلنا. عشان كده خلينا نروح